الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الحادي عشر لمادة اللغة العربية الجي سي. ها نحن طلابي نلتقي من جديد للحديث في موضوعات الأسبوع العاشر، حيث سيكون لنا لقاء في هذا الأسبوع للحديث عن حوادث المرور وما يحدث بالسيارات من سرعة زايدة وغيرها. أيضا سيكون لنا حديث عن حل أسئلة السؤال الرابع، وسيكون لنا حديث عن حل أسئلة السؤال الخامس، وبعد ذلك سيكون لنا حديث عن اختبار تقوم به بالمواد المطروحة لمادة الإئس والمواد بالعادات والتقاليد والمظاهر الاجتماعية وفي الدروس التي نأخذها. إذا ما تحدثنا طلابي عن حوادث المرور فهو من الموضوعات المهمة جدا في حياتنا، لذا هذا التصادم بين المركبات وتحطيم السيارات، أو حتى التصادم بالمشاة، حيوانات، حطام على الطريق أو غيره، هذا غالبا ما تؤدي الحوادث المرورية فيه إلى عجز وإصابة وإضرار بالممتلكات وتكاليف مادية عالية، سواء على الفرد أو على المجتمع بأكمله. ولكن طلابي دعوني هنا أتحدث عن قانون السير الجديد في الأردن على سبيل المثال، ولكل دولة وظروفها بقوانينها، ولكن نتحدث على المستوى المحلي بداية ومن ثم ننطلق للعالمية بالنسبة لموضوع الحوادث ومرتكبيها. بموضوع الحوادث في الأردن، أصبح هناك تغليظ على العقوبة لمرتكبي الحوادث، أو دعنا نقول للأسباب المؤدية للحوادث، كعدم الانتباه من استخدام الهاتف الجوال، الأكل على الطريق أثناء القيادة، الحديث مع الشخص المجاور لك في المركبة، ربما استخدام شيء معين، الالتهاء به، هذه كلها تؤدي إلى الحوادث. أيضا قدم المركبة، عدم صالحيتها وجاهزيتها للسير على الطرقات، وغيرها من العوامل والأسباب الكثيرة الكثيرة التي تؤدي للحوادث. وناهيك عن هذا، وأساسها هو السرعة الزائدة. وكما تلاحظون طلابي أمامنا العديد من الإحصائيات بأرقام مؤلمة، سواء بحالات الإصابة، بحالات الوفاة وغيرها، جروح إلى آخره من الحوادث التي تصيب المجتمع. أيضا طلابي سيكون لنا حديث عن النص الرابع من الأسئلة في الورقة الأولى، وكما قلنا ونوضح أنه هو عبارة عن نص عليه أسئلة. هذا النص يجب عليك أن تقرأه قراءة جيدة، يجب عليك أن تجيب على الأسئلة المرفقة لهذا النص كما هو موضح أمامك، ولكل واحد من الأسئلة علامة معينة يجب عليك الحصول عليها. أيضا طلابي في حديثنا عن السؤال الخامس وهو من الورقة الأولى، يقول لك السؤال استعمل الكلمات بين القوسين وغير الجمل تبعا لذلك، بشرط ألا يتغير المعنى وأن يكون من الناحية اللغوية صحيحة، ووضع لك مثالا كيف يغير وكيف يريدك أن تبدل في العبارة الموجودة أمامه. فعلى سبيل المثال نأخذ مثلا في المثال تكون درجة الحرارة تحت الصفر في الدول الإسكندنافية وأمريكا وألمانيا وإيرلندا، هو يريدك أن تدخل كلمة تكون على العبارة الموجودة أمامك في الجمل. هذا السؤال عليه 10 علامات. طلابي أرجو أن تكونوا حذرين بالكتابة عندما تريدون أن تدخلوا الكلمة على الجملة وتبدلونها لتخرج بمعنى صحيح لغويا ومن حيث المعنى.
هذا طلابي مجمل الحديث للأسبوع العاشر، على أمل اللقاء بكم في الأيام القادمة، راجيا لكم التوفيق، دمتم برعاية الله.